السلام عليكم. هذه بعض الصور نتاع عمل عبد براقي اللي تتعلق بتقسيم المدرجات ووضع واجهات زجاجية وبعض الأشغال نتاع الفينيسيون نتاع الغرف نتاع الفي بي وما إلى ذلك. فيما يخص أرضية الميدان يعني راهي بدأت تعاود تنتعش بعد المرض اللي وصل العشب الطبيعي وهذاك المرض يعني وش نقوله، لازم الخبراء هما اللي يدرسوا الوضعية نتاع العشب هذا ويعرفوا طبيعة المرض هذا والدواء اللي لازم له. المهم إن شاء الله تكون تجربة للمستقبل، لأن الجزائر شغل حديثة العهد في هذا النوع من يعني لي بولوز. إن شاء الله تكون فيها يعني موعظة للتجربة اللي تستفاد بها للمستقبل إن شاء الله، لأن الآن أصبح عندنا 4 أو 5 ملاعب من الطراز العالمي ولازم الصيانة تكون في المستوى والأرضية لازم تكون في المستوى على مدار السنة. إذن لازم فيها يعني تكوين وإن شاء الله يكون فيها خير في المستقبل. والسلام عليكم.